تنسيش تحضري عشوة مفتخرة للعروسة، فاهمة؟ ليه؟ هما مش عاملين كمان عشاء؟ يا ترى الولية أم إبراهيم تطحننا إيه الليلة؟ إلهي ما توعي تاكلي من عمايل إيديا. معلش يا ست زبيدة، حكم القوي على الضعيف، أنا كان نفسي أطبخ لها سم. عروسة وابوك ضحك عليك بكلمتين. كل شيء اللي يشبه له. نورتي بيتي، اتفضلي اتفضلي. ام ابراهيم بونسوار. وعليك. سخنتي الاكل وكله تمام؟ اتفضلوا اتفضلي. لاهي هنا؟ لا قصدي يعني هتاكلي ازاي بالجوانتي يعني؟ ممكن اساعدك؟ غالي غالي. هتاكلي بايدك ولا؟ لا حاضر. معلش الحمام يتاكل بالايد احسن. يعني مش اكل ولا ايه؟ اسف حبيبي. تحب تاكل ايه؟ تاكل ايه؟ انا انت مكسوف؟ طيب خلاص انا عارفك، طالع من الفرخه دي. طب سيبني انا، انا اكل. يا ام ابراهيم هات لنا ميه ساعه. هذا الطبق؟ لا انا لا. يا توكليه بس ام ابراهيم هتنيمه. يعني مش هيضايقك بعديها يعني. حسين. نعم يا حاج. في اخبار عن الحاج شاهين؟ والله سمعت انه تعبان قوي يا حاج. كانوا بيقولوا انه بقى كويس. امبارح الواد ممدوح اللي بيشتغل عنده كان بيقول انه تعب تاني ونقلوه المستشفى. لا حول ولا قوه الا بالله. تعال حسين. ايوه حاج. ربنا يحفظنا جميعا من الامراض يا رب. تشكر يا حاج. امال مين اللي واقف مكانه في المحل ده؟ ما خلفش غير بنتين، لا راحوا ولا جم. الست نعمه الله مراته بمليون راجل، هي اللي واقفه اليومين دول في المحل. وتسيب الراجل مرمي في المستشفى كده؟ انا كنت فاكر زيك كده يا حاج. اتاري بقى هو اللي غصب عليها انها تقف مطرحه. اصل المال كتير قوي يا حاج، والمال السايب يعلم السرقه.